أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط فيها الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. مشاهدينا الكرام، في حلقة الليلة نناقش فيها الخطوط الجوية الوطنية الكويتية ودورها في التنمية الاقتصادية، حيث تواصل الخطوط الجوية الوطنية وهي أحدث شركة طيران كويتية توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها، واتساقا مع رؤية الكويت في تطوير قطاع الطيران المحلي لمواكبة النمو المتزايد للحركة بسوق الكويت. وتشهد الخطوط الجوية الوطنية الكويتية ولادة عهد جديد على جميع المستويات، فنيا وإداريا وخدميا، بهدف الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات بشكل غير تقليدي ومميز لجمهور المسافرين بالكويت من المواطنين والمقيمين. مشاهدينا، ولمزيد من الضوء حول هذه الشركة الرائدة في قطاع الطيران المحلي، يسعدنا أن نستضيف الدكتور حمد التويجري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة، وهي أكبر مساهم في الخطوط الوطنية. دكتور حمد، حياك الله معنا. الله يحييك سلمك يا حمد. في البداية دكتور حمد، لو نتكلم عن الخطوط الجوية الوطنية وهي ولادة عهد جديد كما ذكرنا في مقدمة الحلقة، ما هو الجديد اللي راح تقدم الخطوط الجوية الوطنية في مجال أو في مجال قطاع الطيران المحلي؟ وفي الحقيقة من بداية دخولنا إلى الخطوط الوطنية كمساهم أكبر كانت لنا خطة طموحة. أول شيء أنه الهدف الأساسي أنه وكان تحت نصب أعيننا مع المساهمين الآخرين، همنا الأساسي الأول والأخير أن الطائرات تقلع، لأن الطائرة أو الخطوط الوطنية الكويتية توقفت لمدة 4 سنوات لظل الظروف أو 5 سنوات لظل الظروف الاقتصادية اللي حصلت في ذاك الوقت أثناء الركود الاقتصادي العالمي. فكان توجهنا الأول والأخير أن يكون هناك الخطوط الوطنية تبتدي تقلع من جديد وتخدم المسافرين الكويتيين. طبعا احنا الآن مضى علينا سنة كاملة، أخذنا سنة تقريبا من الإعداد لإعادة الطيران مرة أخرى، وقبل حوالي تقريبا أسبوع أو 10 أيام احتفلوا الخطوط الوطنية بمرور سنة على إقلاعها، ويعني وأيضا كان تلفزيون الكويت مشارك معنا في ذاك الوقت، وفي أول رحلة احنا رحناها إلى باكو. الحقيقة الخطوط الوطنية نصب عينها بالدرجة الأولى أن تكون رديف لشركات الطيران الأخرى الوطنية، وهذا حقيقة يعني لأننا نعتقد أنه سوق السفر الكويتي سوق واعد في الكويت، واليوم ما يعني في أكو أمور ما تحتاج إلى تحاليل ونحتاج أن نشوف لنا يعني كيف أن إذا كانت هذه الشركة راح تنجح أو لا، أو قطاع الطيران راح ينجح أو لا. لسبب بسيط جدا، اليوم في أي دولة من الدول العالم دائما الطيران الوطني يشكل 80% من حصة السوق، و 20% في بعض الأحيان إلى 30% يكون أجنبي، وأما الباقي فهو الوطني. الكويت العملية معكوسة بالكامل لأسباب كثيرة، فتشوف أن قطاع النقل في الكويت يشكل يعني الوطني يشكل فقط 30% في وجود الخطوط الكويتية والجزيرة، وهذه حقيقة قاعدة معكوسة. يعني عادة كل دول العالم تكون على الأقل 70% ناقل وطني و 30% ناقل أجنبي. فلذلك يعني إحنا نعتقد أنه الخطوط الوطنية راح تكون رديف أيضا لهذه الشركات الوطنية، وراح ننهض في القطاع النقل الكويتي. ناهيك عن أن يعني خطة سمو الأمير حفظه الله يعني واضحة، فهو دعا أن تكون الكويت يعني مركز مالي واقتصادي، ولا يكون هناك مركز مالي واقتصادي بعدم وجود شركات وطنية تستطيع أن تلبي هذا القطاع وأن تكون رديفة له. فطبعا اللي لاحظناه وشفناه
مع خطوات يعني سمو الأمير اللي عطى توجيهاته السامية، اليوم الخطة يعني اللي نشوفها التنموية في قطاع النقل الجوي، مستوى الخدمات اللي احنا حين نراها يعني، والبنية التحتية، انه الكويت اليوم مقبلة على مطارات جديدة. يعني نرى ان المطار الجديد الان راح يكون في خلال ما بين 2022 راح يكون مراحل افتتاح المطار اللي هو T2 اللي هو الكبير، واليوم راح ينفتح في 8/8 T4. راح تشوف انه يعني يتوفر في عندنا في الكويت اكثر من 80 بوابة لطائرات، وهذا حقيقة يعني اراه انا بوجهة نظري الشخصية انه القطاع واعد وراح يكون رديف مباشر واساسي للاقتصاد الكويتي، اللي حضرة صاحب السمو ينادي بأن تكون الكويت مركز مالي واقتصادي. بس دكتور حمد، يمكن هذا الكلام اللي تفضلت فيه يعني يجرني إلى سؤال، يعني مع توسع المطارات، مع المنافسة الآن اللي قاعد تتوسع في قطاع الطيران المحلي والنمو اللي قاعد يصير، دكتور حمد يمكن هذا الكلام اللي تفضلت فيه يعني يجرني إلى سؤال، يعني مع توسع المطارات، مع المنافسة الآن اللي قاعد تتوسع في قطاع الطيران المحلي والنمو اللي قاعد يصير فيه الحين، شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية قادرة أن تدخل في هذه المنافسة؟ طبعا هو ما في شك، يعني احنا اليوم يعني خلينا نتكلم عن توسع الخطوط الوطنية الكويتية. الخطوط الوطنية الكويتية ما في شك اليوم احنا كيعني عملنا جاهدين بان اوجدنا طائرات، واوجدنا سلوت على اللي يسمونه في الطائرات اللي هو حجز طائرات عشان تلبي مستقبل الخطوط الوطنيه الكويتيه. منها يعني تم الاتفاق مع شركه ايرباص بطلبيه 25 طائره من 320 عائله 320، والمقصود فيها انه كل انواع 320. فاليوم في عندنا يعني من توجهاتنا انه ناخذ 320 اللي هي A320 ولا 321 اللي هي الاكبر ومسافات اطول، وفي اكو شيء يسمونه الان طالع جديد واللي احنا ابدينا الرقبه بشراء 10 طائرات من ضمن ال 25 يسمونها XLR اللي هي المدى الطويل، وهذه يعني من الطائرات الحديثه جدا اللي تستطيع أنها تقلع من الكويت تصل إلى الفلبين وتصل إلى طوكيو وأنشون. هذه طائرات جديدة وحديثة ولكن بالنروبادي اللي يسمونها. هذه من الخطط الوطنية اللي قاعدة الآن تشتغل على أيضا الخطوط الوطنية. أوجدنا لهم أيضا سلوتس جديد يعني عن طريق أحد شركات التأجير اللي هي الجولدن فالكن أفيشن، وهي شركة كويتية وتابعة أيضا للمجموعة. يعني أوجدنا أيضا سلوتس من شركة إمبرير، وأخذنا ما يقارب تقريبا العشر طائرات اللي خذينا يعني شريناهم، وأيضا عشر طائرات راح تكون أيضا يعني أخرى، يعني بإجمالي 20 طائرة، وهذه راح تكون تتوافد على الكويت بإذن الله. يعني احنا نتوقع خلال العام القادم راح تبتدي الطائرات انها تجي، وهذه الطائرات ايضا هي حديثه جدا، هي من نظام الامبرير اللي تسمى بالاي 2، ماخذينها الاي 195. هذه الطائرات ايضا عندها مدى طويل ولكن كثافه ركاب متوسطه، يعني احنا طلبناهم يعني احنا نعرف الزبون الكويتي والراكب الكويتي عنده متطلبات شوي بالفخامه ولا يختلف شوي عن الراكب يعني اللي موجود في اوروبا. فهذه الطائره عاده هي تاخذ 148 راكب، احنا صممناها 120 راكب، وصممناها بطريقه ان
درجة رجال الأعمال راح يكون فيها أيضا الكراسي أنها تصير فرش أن يرتاحون يعني حق المسافات الطويلة، لأنها راح تطير بحدود 6 ساعات ونص هذه الطائرات. فيعني فالخطة موجودة، أن إحنا يعني نعرف أنه توقعات طبعا المكاتب العالمية اللي الطيران المدني طلب منهم هذه الدراسات، يتوقعون أنه خلال يعني 15 سنة القادمة راح يكون عدد الركاب اللي راح يستخدمون مطار الكويت الدولي راح يتجاوز 25 إلى 30 مليون راكب. وإحنا اليوم يمكن نشوف الأعداد وقاعدين نشوفها أنه سنويا بحدود ما يقارب نسبة زيادة تقريبا ما بين 8 إلى 10%. فالسنة اللي فاتت وصلنا يعني ناوشنا إلى 14 مليون، وهذه حقيقة يعني أرقام كبيرة على مستوى الكويت. هذه يعطي دلالة أكيدة أنه الكويت نعم هي مركز اقتصادي ومالي. نعم دكتور حمد، يعني مع الأسطول الكبير اللي حضرتك ذكرته الآن، يمكن هذا أيضا يتواكب مع الخطة التنموية للكويت، يعني مع توسع المطارات في الكويت. هذا الأسطول يعني كم راح يصل العدد في المرحلة اللي أنتم وضعتوها؟ طيب أيضا في آلية مواعيد استلام لهذا الأسطول، يعني يا ليت تذكر لنا إياه في شيء. هو متوقع، يعني متوقع بإذن الله يعني أنه الطلبيات اللي احنا خذيناها واللي اليوم يعني خلينا نفترض مثل ما قلت قبل شوي اللي هو السلوت اللي احنا أوجدناه اليوم الكويت غير يعني قادرة، أو أي شركة إن كانت سواء كويتية أو خليجية، اليوم إذا تطلب أي طلب فأنت راح تأخذه بعد سنوات معينة. ولكن احنا بالمفاوضات والله الحمد خلال السنتين اللي فاتوا استطعنا أن احنا نوجد يعني لنا طلبيات راح تصل لنا من ابتداء من السنة القادمة واللي هي 2019، وراح تنتهي في 2025. الإجمالي المتوقع راح يصل إلى 45 طائرة، هذا إذا الله سهل. وهذا طبعا كله يعتمد على مواكبة أيضا التطور بالمقابل بتسهيل القوانين. وأنا أعيد وأكرر مرة أخرى ويمكن للمرة الألف، إذا كان النهج اللي راح نمشي فيه في النظم الاقتصادية اللي احنا قاعدين يعني تاخذ وقتها في تطويرها، انا اعتقد انها راح تعطل ايضا مسيرة نمونا، ولكن راح تكون وتيرتنا اسرع اذا كانت القوانين الاقتصادية بدأت بالتبسيط اكثر وبالسهولة اكثر وبفتح افاق اكثر للقطاع الخاص. فهذا طبعا يعني اللي احنا نشوفه، وإن شاء الله أن نرى الوطنية أن عندها 45 طائرة، وأن نتم على قدر ما إحنا يعني طموحنا اللي إحنا الآن إن شاء الله نريد أن نصل إلى هذا الرقم. نعم. يعني دكتور أحمد من كلامك نقدر نقول أن الكويت الحين أو في طريقها إلى أن تكون أرض خصبة لاستقطاب التطور في قطاع الطيران؟ طبعا يعني ما في شك، يعني اليوم بوجود البنية التحتية الآن، اليوم في فرق إذا إحنا نتكلم عن شيء ونقول والله إن الكويت راح تسوي راح تعمل راح، لكن لا، اليوم إحنا الكويت قاعدة تسوي مطار، قاعدة تسوي مطار كبير من أفضل المطارات في العالم. اليوم الكويت يعني سمو الأمير أمر الله يحفظه إنه بأن يكون هناك مطار مساند جديد اللي هو التي 4، وطلب أنه ينجز بأسرع وقت ممكن وأنجز بخلال فترة و4 شهور. فإذا اليوم احنا قاعدين نشوف في خطوات على الأرض من ناحية البنية التحتية، فالبنية التحتية للطيران المدني ولقطاع الطيران موجودة الآن موجودة وقاعدة تطبق على حيز الوجود. ولكن بالنهاية أيضا هذه تحتاج، يعني اليوم أنا لا أستطيع أني أجيب ركاب إذا كان الوضع الاقتصادي والقوانين الاقتصادية داخل البلد غير مبسطة ولا تساعد بجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الكويت. اليوم هذه شيء مهم، أنه تبسيط القوانين الاقتصادية راح تسهل. ولكن من ناحية القطاع اللي هو سؤالك بخصوص قطاع الطيران، لا، قطاع الطيران اليوم
قاعد يشهد تطور ملحوظ، وقاعدين نشوفه في على كل المستويات، وقاعدين نشوفه ونتلمسه ونشوف القوانين اللي قاعده تتطور اليوم عن يوم في موضوع الطيران المدني. حلو، اللي ممتاز. نشوفه ممتاز. طيب دكتور، عندكم يعني خطط مستقبليه لفتح يعني وجهات جديده؟ هو اليوم طبعا مع التطور اللي ذكرته. نعم، في اسلوبكم. نعم، هو اليوم طبعا احنا نعمل مع بست طائرات في الوقت الحالي. الخطوط الوطنية تعمل بست طائرات، والإخوان يعني جاهدين يعني في مجلس الإدارة الخطوط الوطنية قاعدين يعملون على توسيع هذه الشبكة، والشبكة الآن تغطي تقريبا 17 وجهة. اليوم في حال أخذ الطائرات الجديدة نتوقع أن احنا راح نرتفع إلى تقريبا 30 وجهة، وراح تكون هناك وجهات كثيرة، منها الهند راح أيضا تكون من ضمن الوجهات اللي راح نروح لها. راح نضيف إلى اللي أنا عرفته من الإخوان في إدارة الخطوط الوطنية، أنه راح يضيفون خطوط لأوروبا، وجهات إلى أوروبا. يعني اليوم إحنا يروحون إلى أثينا و ملقا وسراييفو وتبليسي، وهذه خطوط في أوروبا، ولكن راح تضاف إلى تقريبا يمكن 4 وجهات إلى 5 وجهات جديدة إلى أوروبا، بالإضافة راح تكون إلى وجهات أكثر في أفريقيا. أيضا راح يتجهون إلى أفريقيا. إحنا لا نريد أن ننافس الخطوط الوطنية أو ننافس الجزيرة، لأن لا زال السوق كبير، يعني ما وصلنا إلى حد المنافسة. أنا أرى يعني، ومن الدراسات اللي إحنا شايفينها، إنه راح نصل إلى مستوى المنافسة إذا كان في الكويت أكثر من 170 طائرة، لأن السوق واعد، السوق كبير، نقدر إحنا نحول الكويت إلى هب، نقدر ناخذ ناس من الغرب ونوديهم الشرق، وناخذ ايضا من الشرق نوديهم الغرب، ونقدر ناخذهم من افريقيا ونوديهم الى اوروبا. انا اعتقد الكويت مركزها الجغرافي مركز مميز، والدليل على ذلك نظره حضره صاحب السمو الثاقبه في موضوع الاتفاقيات الاخيره اللي حصلت في الصين ومذكرات التفاهم. هذه دليل واضح أنه لولا الموقع الجغرافي للكويت ما كانت الصين تتفق معنا، ولكن الصين أيضا باتفاقها، لأن احنا أيضا عندنا موقع جغرافي مميز، وهذا حقيقة يعطينا دافع كبير أن احنا نكون كهب حالنا حال أي شركات أخرى. وأنا عندي قناعة دائما دائما أقولها وأكررها، ولازلت وراح أكررها دائما، طالما غيرنا قادرين احنا ليش ما نقدر؟ هذا سؤال يعني صح. غيرنا قادرين، احنا نقدر صح. ما عندنا شيء اللي يمنعنا ما نقدر، بالعكس يعني ما دام الاراده موجوده فاحنا قادرين ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، يعني لما نتكلم على التنميه الاقتصاديه، مجالات وقطاعات كثيره تكون لها اسهامات ايجابيه ودور كبير في هذه التنميه. برايك يعني قطاع الطيران كيف يكون له دور في التنميه الاقتصاديه؟ ما في شك، اليوم لا تنمية تحصل اقتصادية بوجود وسائل نقل تستطيع أن تربط الاقتصاد باقتصاديات برا. اليوم إحنا إذا أوجدنا يعني اليوم وسائل نقل، شخص يقدر يطلع من بريطانيا ويجي الكويت ويسوي اجتماع ويرد بنفس اليوم، يلقى له طيارة بالليل ويخلص، أو يطير بالليل من هناك يوصل الصبح وبعدين يطير طيارة الليل يرد مرة ثانية ويخلص شغله، هذه بحد ذاته جزء من تحريك الاقتصاد الكويت. بالإضافة إلى أنه اليوم الكويت دولة فيها ثقافة، فيها فنون، فيها تاريخ، فيها تراث، يمكن الكل يعرفه على مستوى الخليج. إحنا لا ننقص من قدر دول الخليج، ولكن دولة الكويت مشهود لها. اليوم إحنا نتكلم، يمكن في كثير من الناس لا يعلمون أو يمكن يعلمون، اليوم احنا عندنا اكثر من 32 متحف في الكويت. كثير من الناس يعتقدون ان فقط الكويت في متحف واحد يمكن وبس، ولكن في كثير من الناس يعرفون، وفي ناس كثير يجون من برا اعرفهم اجانب
يقول لك نبي نروح هالمكان، نبي نروح هالمكان، نبي نزور بيت كذا ونبي نروح كذا، لأن الكويت غنية نتكلم من ناحية الثقافة، من ناحية الفن، من ناحية الروح الاجتماعية عند الكويتيين. هذه كلها تساعد على إذا كان يعني وجد قطاع نقل قادر أن ينقل. يعني إحنا اليوم مثلا من خطتنا إن شاء الله راح نتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وراح نتوجه إلى 5 مدن داخل المملكة العربية السعودية وليس المدن التقليدية، غير المدن التقليدية راح نروح. ليش؟ لأن نعتقد أنه في كثير من يعني ودنا نربط أيضا الآن دول، يعني إحنا ليش خلنا نتكلم الحين في يسمونه في قطر حوالي 250 كيلو بس داخل المملكة العربية السعودية، في حوالي 5 مليون واحد ساكن. لو نروح إلى 250 كيلو وحسب عدد السكان، وهذه ديموغرافيا موجود في حسب ما هو موجود في الإحصائيات في المملكة العربية السعودية، الخمسة مليون نستطيع أن نجيبهم للكويت، نوصلهم إلى الكويت ونخليهم يشوفون الكويت ويقضون ويكند بالكويت ويكون مردوده كبير على الاقتصاد الكويتي. نعم دكتور حمد، يمكن الحديث شيق وياك ولكن يمكن الوقت ما يسعفنا، قبل لا اختم معك كلمه اخيره تحب تضيفها؟ والله شوف انا ودي يعني الكلمه اللي ودي اوجهها الى مساهمين الخطوط الوطنيه، انا ودي اوجه لهم هذه الرساله، لان في الحقيقه احنا يعني دخلنا بتحدي، واحنا يعني وانا اقول احنا وياهم كلنا مع بعض دخلنا بتحدي مع بعض كمساهمين ومع الملاك حقيقه الكبار اللي وقفوا ويانا ايضا وساعدونا انه احنا نرد هذه الخطوط الى ما كانت عليه. انا اتمنى انه من اخواننا في يعني مساهمينا في الخطوط الوطنيه ان يعطون كل الدعم للخطوط الوطنيه، واعتقد انه ان الاوان اليوم انه لابد ان نزيد راس مال الشركه على اساس انه يعني تلبي طموحات الكويت قبل ان تكون يعني تلبي طموحاتنا احنا كمساهمين، لان الكويت تحتاج منا الكثير. فاتمنى يعني ان نكون عند حسن ظن اهل الكويت وان نعطيهم الخدمات المرجوه اللي هم يتمنونها منا ان شاء الله. واحنا يعني دكتور حمد نتمنى لكم كل التوفيق. دكتور حمد التويجري رئيس مجلس اداره الشركه الدوليه للتجاره، كل الشكر لك دكتور. الله يحفظك، شكرا جزيلا. والله حياك الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقه هذا الاسبوع، على امل نلتقي معكم في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. في امان الله.